الطقس العرب في السعودية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود الطقس الآن جزء خلال هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 30 درجة مئوية، رطوبة منخفضة، أما الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة: نبدأ شمالا، تبوك أتربة مثارة 40 إلى 25، سكاكا 41 إلى 27، عرعر 42 إلى 26. المنطقة الغربية: جدة طقس حار 43 إلى 31، المدينة المنورة 43 31 أيضا، مكة المكرمة غبار خفيف 45 إلى 32، والطائف سخات رعدين من الأمطار 35 عفوا إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات خفيفة من الأمطار 30 إلى 24، أبها 29 إلى 20، وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية طقس حار بوجه عام، الدمام 44 إلى 28، حفر الباطن 45 إلى 34، والإحساء 46 إلى 30. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 42 إلى 30، بريدة 43 إلى 29، وحائل 38 إلى 25. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.